السلام عليكم ورحمة الله سادة المشاهدين، مع رحلة جديدة إن شاء الله للبرية بمدينة المنيعة ولا صحراء مدينة المنيعة في هذا الشهر، شهر جانفي لسنة 2021. مشاهد ممتعة إن شاء الله. حبيب الله شفانا يوم الموعد والرجاء في الله، أنا بينا يا محمد حبيب الله شفانا يوم الموعد والرجاء في الله، بينا يا محمد حبيب الله شفانا يوم الموعد والرجاء في الله، بينا يا محمد حبيب الله شفانا يوم الموعد والرجاء في الله. شند بالله عيب عني خيالك بعد ماني شند بلاه، المصطفى نود قاع شند بالله عيب عني خيالك بعد ماني شند بلاه، ده الصحبة ولولي عظيم الجاه بدنا من كل بلي سر لا مجراه، ده الصحبة ولولي عظيم الجاه بدنا من كل بلي سر لا مجراه. مع المعاناة رانا في واد واد مياسي واد مياسي تاع وسط، لا الله ما زيد يا كلفت منا فوز ما كانش حاجه، ايه كبناه هنا ولا حاجه، الا كان عفس بكره كان يكفب ولا لا سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين، في أول خرجة لنا في لسنة 2021 بهذه البرية في صحراء الجنوب الجزائري وبالضبط بين ولايتي أو المقاطعتي الإدارية عين صالح والمنيعة. طبعا هذه الخرجة كانت يعني في شهر جانفي، انطلقنا صبيحة اليوم
حوالي الساعة 5 صباحا، ويعني استغرق الوقت إلى أن وصلنا إلى هذا المكان الذي يسمى مازاوا حوالي الساعة 1 ظهرا، يعني مشي حوالي 8 ساعات بالسيارة، السيارة مثل ما رأيتم في الصور سيارة شناوة هذه الصينية، والحمد لله وصلنا بسلامة. هذه الرحلة هي تقف في يعني الأثار عشبة أو أكلة الكما أو الترفاس كما احنا نقوله، ولكن على حسب الأجواء والأماكن، أن الأمطار لم تنزل بهذه الأماكن، يعني أماكن تواجد الترفاس لنظرا لشح الأمطار، وأنتم تعلمون أن الترفاس يعني نجده دائما في الأماكن التي ينزل بها المطر، ولكن لشح الأمطار وقلة نزول الأمطار الترفاس يعني راه قليل بزاف، يعني حتى أنه نادر باش تلقى الترفاس في هذه الأماكن. والحقيقة هي رحلة سياحية لنستكشف فيها ربوع هذا المكان الفسيح والجميل، هذه الصحراء الرائعة المتنفس الجميل، وتبقى دائما الصحراء هي ساحرة بجمالها وبجمال صورها الطبيعية الرائعة، بعيدا عن ضجيج السيارات، بعيدا عن البشر، لا يوجد شيء إلا الحجر والشجر. إن شاء الله يعني مشاهد ممتعة في هذه الرحلة التي تواجد معنا أيضا يعني الأخ رشيد البرني وسليم والأخ قاسم صبيع والأخ عبد الله بلكحل والمرشد السياحي والخبير سيد بوزيد المختار، ربي يحفظه إن شاء الله، ومشاهد ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله. عباد مدي المثية دعوا الخير والقلب راه وكيل الله والنية لما كديت نساني راش على فيك بدي ربي تبرد الحر والموت حر هاي وجي يترك عيوب الناس ويحب يرسم ضنضا يا الدايم يا علم كل عنشوف مدى وسيط وجايب فرد في بلا قلوب ضنضا يا الدايم. روح
في شعاب واد ميع. ما شاء الله. شجر الله يبارك. تضلل فيها قلت لك صيف هذه الشجرة. وتدفى فيها الشتاء. الصيف الهواش ولا تحط فيها بصح القش تاعك. تحط فيها القش تاعك. يترك عيوب الناس ويحب يرسم منظى يديم يعلم كل عنشوف مدى وسيط والجيب فرد في بلا كلوب منظى يديم يعلم كل عنشوف مدى وسيط والجيب فرد في بلا كلوب فردن بي ولا تحفي يا ربي ما تخفى خفي. تتحلوى ايه في هذه الاشياء زين تسقر تكارما في الصيف صيف ولا في الشتاء الشتاء قاع مليح لا ولا شيء ولي بعد الصيف صح حالاتك استخدمها لا وين تحلو انت في الشتاء تكارما تبرد النويره وتريح تسقر الشتاء تف نهارك تحوس وتشوف ما تكراش ما تملش قال سخانه قال ديك ما قال الشمس تقتلك
السلام عليكم ورحمة الله. هذه السيارة التي قطعنا بها للمسافة من مدينة النيعة إلى واد مياه إلى واد حمدي إلى شعب أخرى. ما شاء الله السيارة من نوع تيفاسكي، يعني هي صينية الصنع. والله الحقيقة كانت معنا يعني كما نقولوا روضة واحدة سيكون، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن قطعنا هذه المسافة. راكم تشوفون نباتي في الليلة الثانية في واد مياه. ونصيحتي لإخواني أن ما يغامروش ويجوا إلا إذا كان عندهم قيد ويكون عندهم الوضع ملاح وسيارة تكون مكبوسة زين. السلام عليكم. Oh.